بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنكمل مع بعض ان شاء الله الفيديو بتاعنا. احنا شرحنا في الفيديو اللي فات احنا ازاي نعمل قيم الكود، وشرحنا فيديو كامل عن الموضوع وخطوات فيه، وشرحنا الكونديشن والايفالويشن، وشرحنا الانبوت، وشرحنا الفاريبلز. دلوقتي بقى احنا هنشرح اللاب، هنخلي الكلام اللي احنا شرحناه كله نظري ده تشوفه على اللاب. اتمنى ان انتوا يا شباب اللي ما شافش الحرق الفيديو يشوفه بسرعه ويجي هنا عشان يعرف يشوف الكلام ده بيتنفذ ازاي. هنخش على اللاب بتاعنا. طيب يا شباب، زي ما احنا شرحنا قبل كده، لو انا في اي مكان وعايز ارجع اوصل لبره، فيا اما اختار من هنا اهوت واقول له انا عايز اوصل للكلاود اسمبلي، يا اما انا كده جدا جوايا، بس انا بقول لكم طريقه ثانيه سريعه نبدا نوصل له. فاحنا عايزين نروح على الديزاين ونعمل ديبلوي لتمبلت جديده نشتغل عليها. هنختار اللي هي سنت اوز دي يا شباب، ونعمل لها كلون بحيث ان نعرف نعدل عليها. فهنعمل لها كلون اهوت، ونختار لها الاسم، ونختار لها بروجكت، ونديها فيرجن. طيب يا شباب، احنا كتبنا باختصار لنا لنفسنا، احنا نقول ان هي ايه هنسميها، وان تسمح لك انت بس ايه تضيف ديسك زياده وتحط الديسك ده فين، وتقول له في البروجكت نختار اللي هو انجينيرنج بروجكت مثلا، وقلنا لازم نختار بروجكت شباب بدل ما داتر اهوت. والفيرجننج لازم نقول، فنقول له خلينا كارنت فيرجن، لسه ما عندناش اي فيرجن، خلينا في كارنت فيرجن، ونقول له ايه كلون. وقت ما نعمل له كلون مفترض يفتح. طيب يا شباب، اللي احنا انشاناه موجود اهوت، هنروح نقول له نضغط عليه عشان نفتحها. الكلاود تمبلت اللي انشاناها عملناها كلون دلوقتي، واديناها الاسم ده كونديشن ديسك، نضغط عليها نفتحها. ظهرت معانا اهيت، عايزين نعدل عليها بقى. فممكن طبعا ده نكبر ونصغر، ممكن ده نكبر ونصغر، فنعدل الدنيا كده بحيث نعرف نشتغل، ونكبر الخط اللي عرفت تشوفوه. فهنصغر كده. طيب ادي يا شباب الكوماند زي ما قلنا، وادي البروبرتيز اللي هي ممكن نحولها لجي اي. لو اخترت هنا الفيرتشوال ماشين هتظهر، لو اخترت الايه النتورك هتظهر معايا الخاصه بالنتورك، وادي الانبوتس اللي ممكن تخليني اختار اختيارات معينه او انشئها هنا جي اي. تمام. طيب هنيجي بقى هنا على الكود، ونيجي على الانبوتس هنا، ونقول له احنا هنشتغل بايدينا، فهنمسح الاثنين دول ونرجع ونعمل انتر عشان نبدا ننفذ بايدينا اوامر معينه. طيب يا شباب، زي ما قلنا لو انا عملت الانبوت كتبت على طول تحتها يبقى غلط. انا عايز اعمل اول حاجه تو سبيسز، ادي سبيس الاولانيه سبيس الثانيه، وبعدين كده التو سبيسز. نكتب بقى الامر، لو عايزين نكتب سيلكت ديسكز. انا لسه ما كملتش الامر يا شباب، بس تلاحظوا بدا يجيب لي الارم اهو ان دي غلط كده، لازم تكمل لي يا اما تعمل لي سيمي كولون وتخلص، يا اما ايه تحل لي المشكله دي. تلاحظوا ان الارم خلاص ساب فوق، ساب انبوت وجه تحت عند عملت سيلكت ديسكز وعملت سيمي كولون. لا، انت لازم تكمل. فعشان تكمل تقول الديسكز ايه فين بقى الديسكز تختارها، تنزل هنا تضغط عليها، تضغط انتر وتنزل تحت. معلش النوت شويه اهوت. طيب اللي اول حاجه نعمل تو سبيس عشان نكتب ان هو نوع الكلام، نكتبه سترنج سبيس 1 سبيس 2. طيب يا شباب، في غلطه شائعه بنغلط بقى على طول. انا كده جبت تايب كتب له وقت ما جاي ضغط هنا على طول، يوم جاي ايه لو ضغطت انتر ممكن يجيب لك على طول ايه سيرفر. يعني لو ضغطت انتر من غير ما اعمل كده اختار سيرفر، فانا عملت لا سبيس ورحت جبت ايه انا عايز اقول له ايه التايب سترنج. طلعته عمله لي تو كولر مختلفين، ادي ايه كي فاليو زي ما نشرح. طيب سيلكت ديسك برضو هبدا عايز اختار بقى موضوع الاختيارات، فاقول له انتر هنا، وبعدين احطه انيومو. عملت النيو ديت، وبعدين نزلت انتر اتنين سبيسز عشان اكتب اللي ايوه هايفون، واكتب بقى ايه وان ديسك وتو ديسك. يا شباب وان ديسك و ايفون وان سبيس تو ديسكس. ديسكس طبعا عشان جامعه. طب احنا عايزين نعمل حاجه اسمها كونسترينت يا شباب، فاول حاجه مثلا نقدر نعمل ماكسمايز، نكبر الدنيا شويه عشان نعرف نشوف. ونيجي هنا على بروبرتيز بتاعه الفيرتشوال ماشين، فين الفيرتشوال ماشين، ادي الخصائص بتاعتها بروبرتيز اهوت، عايزين نقول له انتر. هينزلنا تحت على الخصائص بتاعتها، نقول له ايه ممكن نكتب اول حرف يجيبه لنا اهو ستورج اهي، ونقول له ادي ستورج. تمام. طيب اخترنا ستورج، عايزين نعمل ايه، عايزين نقول له انتر تاج، حط لنا تاج لو سمحت. ايوه لا مش تاج طبعا، نقول له صح كده كونسترينت الاول، وبعدين نقول له كونسترينت هو ايه. احنا عايزين الكونسترينت ايه، الكونسترينت ده يكون عباره عن ايوه روحت اخترت كونسترينت، انزل نقول له عايزينه تاج. مظبوط كده. طيب التاج ده هيكون ايه، ده اللي احنا عايزين نقوله بقى. طيب بصوا بقى يا شباب، النقطه دي واضحه معانا اهي. احنا دلوقتي وصلنا لايه، احنا خلاص عملنا التاج بتاعنا اللي هو يكون انبوت.
تمام. احنا شرحنا الانبوت دي. طيب شوف بقى السؤال، انا بقول له شرط لو سمحت، لو الراجل اختار وان ديسك خلاص حطه في ابن ناس ده، حطه في الايه الجولد اللي هو المستوى العالي جدا في الاستورج. لو اختار اتنين ديسك لا ده هي الراجل عايز كتير فحطه في السيلفر. طيب خلينا نشوف السؤال بقى، بيقول له انبوت سيلكت، الراجل انبوت والسيلكت هنا، لو هو اختار تو ديسك هل اختار تو ديسك؟ لو قلت له اه طب خلاص حط له سيلفر بقى تو ديسك، ادي له سيلفر، ايه خليه في السيلفر تاج، فوديه على البوليسي بتاع التاج، هنشرح لسه في المستقبل شويه. طيب إلس يعني ايه إلس؟ ما اختارش تو يبقى اختار 1، 1 يبقى ايه؟ روح على الايه؟ الجولد، الجولد في سفير تاج. طب الكلام ده منطقي؟ تاني انا بقول للراجل لما يجي يختار في الانبوت 1 ديسك، هننفذ الكلام ده مع بعض دلوقتي. إيه لو اختار 1 يبقى اديله جولد، لو اختار 2 يبقى اديله ايه؟ سيلفر تاج. طب خلينا نشوف ده. طيب احنا عايزين بقى نضيف ديسك عشان نشوف الموضوع ده عملي. اول حاجه نرجع شكل تاني عشان نعرف نشوف الدنيا عندنا، نريستور ديفولت، ادي الدنيا اهي. طيب لا هات لنا الديسك. هذكركم تاني يا شباب الاجنوستيك احنا قلنا اللي شرحناه ورا، فاحنا مش هنختار اجنوستيك ولا كوبرنتيز، هنختار الفي سفير. نركز دي جدا عشان ما نغلطش فيها. احنا رايحين على الفي سفير، عايزين منه الاستورج ديسك، ونضيف الديسك اهو، ممكن نحط فوق لفوق عشان نبقى اوضح، نربطه كده كده بالفيرتشوال ماشين ما نتلخبطش معاه مع النتورك، ونقول له احنا عايزين نربطه ما بينه وبين النتورك معلش احنا. طيب بس نفس الشكل مش هيفرق معانا، احنا بالنسبه لنا بس عايزين نربطهم ببعض، هو انا غيرت شويه بس مش هيفرق اي حاجه، ده كله ايه مجرد كانفاس يعني شكل جرافيك اللي مش هيحصل حاجه. ركزوا بس معانا، احنا اول ما ضفنا الكلاود دي اسمها كلاود اندرسكور في سفير اندرسكور، اهم حاجه ان هي ايه في الاخر ديسك، ديسك يعني ضاف لي ديسك. تعال نشوف هل هو ضاف لي ديسك هنا. اه فعلا ضاف لي ديسك اهوت تحت الريسورسد، فاهمني، ربط لي حاجه اسمها كلاود ديسك 1 وحطه لي على طول هنا اهو، هو ده موجود. طيب طب ده مجرد حاجه رسوميه شبه كده، عدلت مكانه اهوت اموره تمام. طب احنا عايزين نحط شرط بقى على موضوع ديسك 1 وديسك 2 ده على الديسك بتاعنا ده، ادي كلاود ديسك اهوت، عايزين نحط له شرط. ايه الشرط بقى؟ طيب احنا عايزين نقول له الشرط بتاعك اللي هو كاونت، هنروح على بروبرتيز هنا وننزل انتر ونروح نقول له كاونت اهوت. لاحظ الايرور ده بيظهر لحد ما نحل المشكله بتاعته. اول ما كتبنا يا شباب الكوماند ظهر معانا، تلاحظوا ان الديسك هنا اصبح اكتر من ديسك، مش ديسك واحد، مربوط بنفس الايه، مربوط بنفس النتورك اهو. طيب خلينا نبص بقى هنا بقى، هو عمل كاونت قال لي بقى هل الانبوت سيلكت ديسك ده اللي هو هنا ده يختار بيساوي يساوي 2 ديسك؟ عندك حاجه من الاثنين، اه اختار 2 ديسك خلاص 2 ديسك يبقى ايه ديبلوي. طيب يا شباب هو بيقول لك ايه، لو الفيرتشوال ماشين ديت عندها الراجل اختار 1 ديسك خلاص ما تضيفهالهاش لان كده كده عندها البوت ديسك بتاعها فمش محتاجه 2 ديسك، لكن لو الراجل اختار هنا 2 ديسك، اختار 2 ديسك قال لك اه واحد يعني اختار 2 ديسك، طيب خلاص ضيف له بقى ايه، نفذ له الامر بتاعه وضيف له ديسك واحد تمام. طيب فين بقى الايه البوليسي اللي هتنفذها؟ هنيجي هنا عند البروبرتيز ونروح نقول له انتر، وهنقول له عايزين نحط عندك ستورج بوليسي تمام اهيت. الاستورج بوليسي نكتبها له بقى بتاعتنا، فكتبنا له الشرط هو يا شباب نقول له الاستورج بوليسي بتاعتك حطها فين؟ في السيلفر، في ستورج بوليسي حطه في السيلفر لو هتعمل اثنين تمام. لو يا شباب لو تعمل اثنين ديسك زي ما قلنا تحطهم في السيلفر، لو واحد لو مش اثنين، لو مش اثنين يبقى صفر ما يعملش حاجه، ما تحطوش في السيلفر، يبقى يروح على الديفولت اللي هو الايه الجولدن زي ما احنا قلنا تحت، علشان الثانيه بتقول له لو هو اختار 2 حطه على السيلفر، ولو اختارش واحد يبقى ايه روح على الايه على الجولد زي ما هي واضحه هنا تحت اهيت، بس دخل جوه شويه. طيب يا شباب دلوقتي انا هوريكم نظره سريعه احنا نقدر نعمل ديبلوي، لما نيجي نعمل ديبلوي ده اللي هيظهر، شوفوا بقى يظهر معانا السؤال بقى دلوقتي. لكن ما اعمل ديبلوي هتختار نيو ديبلوي ولا تعمل ابديت؟ هقول له اعمل نيو ديبلوي. هتعمله على انهي؟ هنقول له كرنت تمام، مفيش اختيارات تانية، اسئله تانية ممكن الديسكربشن لو انا عايز، وهنا اقول له بقى ايه اللي هنفذه. هنا بقى الاختيار يا شباب 1 ديسك ولا 2 ديسك؟ لا دي ظهرت ازاي؟ دي ما كانتش بتظهر قبل كده، هي دي اللي انت عملتها الانبوت دي بقى اللي بتظهر للايه؟ للموظف. فلما تختار هنا كده بما انك سميته 1 ديسك يبقى تختار تقول له ايه 1 ديسك، وتقول له ايه ديبلوي تمام. نلاحظ ان الرسول بدا يجيب لي ايه موضوع الديبلويمنت وبيتم، وهيبدا يظهر لي حاجه حاجه هو بيعملها، مش هنستنى دي تعمل، هنقفلها ونعمل واحده ثانيه تمام. هنا الديبلويمنت اروح على اللي هي على الديزاين تاني ونعمل ديبلوي لواحده لتو ديسك، نقول له ديبلوي
ونيجي هنا هيسألني اقول له تو، نفس الكلام اديله اسم تو ديسكس. هنا اللي اختار هيسألني اقول له ايوه انا عايز اختار تو ديسكس، وهقول له ديبلوي ويبدأ يكمل. تمام، انا عايز اوريكم بس حاجه مهمه. هو دلوقتي هيعمل اتنين ديبلوي اهو، 1 و 2 هنشرحهم لكم، بس انا عايز اوريك حاجه بقى مهمه. الموضوع الانبوتس ده شايف هو حول اللي احنا عملناه كتبه لنا واظهره لنا بالشكل ده اهو، بحيث ان هو جوه الانبوتس هنا يظهر لك انت اللي هو ايه الاختيار ايه ما بينهم الاثنين، هو 1 ديسك ولا 2 ديسك. هو قال لك نوع سترنج وبتاع، لو ضغطت عليه هو ده الكوماند اللي هو هنا. لو رحت على التفاصيل بتاعته هيقول لك ان هو سترنج، هتيجي تنزل تحت كده هتلاقي الاوبشن بتاعتك ظهرت. لو نزلت تحت خالص اهو 1 ديسك و2 ديسك، ممكن تعمل اختيارات اكتر. تمام، دي باختصار يا شباب عشان يظهر معانا. طيب نشوف الديبلويمنت بتاعنا راح فين، نلاحظ انه لسه شغال. نقدر نكبر شويه هنا نشوف تفاصيل منه، او نخليه ونروح نقول له ورينا ايه اللي هو الشكل ده لسه بيعمل ديبلويمنت اهوت. ويمكن نروح بقى ايه نبص على الكلام ده حصل ايه فيه على الفي سفير. طيب يا شباب 1 ديسك تم اهوت، وظهر عندي اللي هي 3302. تعال نخش جوه الفي سفير نشوف 3302 ديت موجوده ايه. ادي 3302 موجوده اهيت. طيب هل 3302 راحت على ديسك؟ راحت في هارد ديسك واحد طبعا، واسمه شيرد 01. طيب شيرد 01 ده موجود في انهي ستورج بوليسي؟ ممكن نجيبه من هنا سامري على ستورج بوليسي ديت، نروح نقول له عليها هي فين، يقول لي التاج بتاعها اللي هو ايه جولد جولد يا شباب. خلاص الاستورج بتاعتها ايه جولد، وممكن اجيبها كلمه ستورج بوليسي بقى طبعا بالتفاصيل اكتر نشرحها قدام شويه، بس ايه انا البوليسي بتاعتي اللي هو عليها جولد ديت، لو نزلت هنا في الفي ام ستورج بوليسي هنزل الاقي حاجه عندي جولد، وجوه الجولد هلاقي ايه التفاصيل بتاعتها ان هو التاج بتاعها ايه تاج ويز ستورج ايه جولد في سفير تاج. خلاص لو عملنا ايديت سريع عشان نعرف يتعمل ازاي، تقدر تضيفها انت تعملها اي حاجه عندك، هتقول له هو مجرد بتعمل زي الفي سان رول عادي خالص، اقول له بس ايه ايه تاج بيزد اون تاج، وبعدين انت وقتها تقول له انا عايز اسمي الايه الاستورج دي وادي له التاج بتاعها وخلاص. تمام، طيب احنا دخلنا ديب قوي، احنا ما قلناش اهم حاجه هل هو دو ديسك ولا وان ديسك. تعال نشوف، احنا قلنا 3002 ادي 1 ديسك اهوت نلاحظ. تمام، طيب طب تعال نشوف بقى الديبلويمنت التاني، التانية اللي هي تو ديسكس ديت لسه ما خلصتش، بس عايزين نشوفها التو ديسكس ديت هتبقى ايه رقمها كام لسه. طيب طيب يا شباب نشوف هنا لسه ما كملش، بس احنا كده كده عارفين ان هو ده اللي اتنشأت وخالد ايه 3308. تعال نبص بقى تلاقي عندها ايه تو ديسك. تمام، طب التو ديسكس ديت المفترض يكونوا فين؟ ادي شيرد 02 وادي شيرد 02. طيب 02 ديت في انهي عليها تاج ايه؟ تعال نشوف السمري بتاعت اللي هي سيلفر، وقلنا سيلفر ديت شباب اللي هو اختارها. تاني هنرجع للكود بتاعنا يا شباب اللي قلنا شارحينه في الاول خالص، وهي دي القصه بتاعتنا كلها، ان احنا بنقول له اذا انت بتعمل ديبلوي عندك اختار، لو لو هو تو ديسك حطهم لي في سيلفر اللي زي ما هي تحت اهي تو ديسك حط اهي. يا شباب احنا قلنا الانبوت بتاعنا لو تو ديسكز اختار لسيلفر، والا إلس اعملها لي ايه جولد، وعشان كده عندنا ديت اختارت اللي هي عليها تو فيرتشوال ماشين، اتعملت على الاستورج اللي هو شيرد اللي هو كتير مكتوب عليه سيلفر، واللي قلنا جوه البوليس بتاعتنا هو سيلفر. تمام كده يا شباب الصوره وضحت، فاحنا بقى خلاص خلصنا، فنفضل ننظف بعد شغلنا. اهي كملت اهي بنت اللذينه، طولت شويه معلش. فادي الفيرتشوال ماشين عندنا 3308 ودي 3302 زي ما قلنا بالظبط. تمام، نقدر نحذف، نضغط نهو ديليت ونقول له دي سبميت، ونضغط هنا نقول له ديليت ونقول له سبميت ال1 ديسك و2 ديسك، وهنشوفهم هنا. نلاحظ ان هو بدأ بينفذ الكلام ده جوه عندي، ايه بيطلع انشيت ديليت ليهم. لما نخش هنا هنلاقي اللي هو 3308 3302 اهوت بدأ يشيلهم وعمل لهم ديليت فعلا. اتمنى تكون الحلقه دي يا شباب فادتكم، انا حاولت اركز في الفيديو ده يكون اللاب لوحده بحيث ان نركز فيه خالص، والفيديوهات الفيديو بتاع اليمل شرحته لوحده. احنا لسه هندوس في الموضوع ده كتير يا شباب، بس زي ما قلت انت مش محتاج تتعمق في الموضوع، انت مجرد تعرف ازاي تمشي الاوامر بتاعتك، وازاي تعرف ان هي كده كده في الاخر يعني الدنيا هتسهل عليك بعد كده. زي ما شرحت لكم هي جي او اي هي موجوده اهيت، وهتشوف حاجات في البروبرتيز كتيره جدا تقدر تعملها وتشوفها هنا جوه البروبرتيز وتعملها بنفسك وتعدلها وتعمل نفس الكومبو بوكس ده او التشويزز ده او السلكت ديت، بس انت تتعود ايدك شويه على الكوماند
عنده تعرف تقراه، فتبقى امورك سهله ان شاء الله. ده كافي جدا يا شباب، يخليك شغال وتقدر تعمل شغلك وتقرا التمبلت وتتعدل عليها لحد ما الدنيا تظبط معاك شويه، ومع الوقت ان شاء الله خبرتك تزيد. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، واتمنى تشاركوا يا شباب الحلقه دي مع زميلكم، بحيث ان يكون الخير يعم للناس، ونخلي الشباب بتاعنا اللي يكون الموضوع الشرح بالعربي بواسط البسيط ده واصل لهم يعني. والسلام عليكم ورحمه الله.